القطب العلمي رفيع المستوى، لأن القطب هو اللي ربما سترتكز عليه الجزائر لدخول حقيقة في القرن 21 وبداية تحضير القرن 22 مع أبنائنا علماء الغد إن شاء الله، مبتكري تقنيات في الدفاع في الاقتصاد وفي كل ما تستنفع به بلادنا. أعتقد أن سيدي عبد الله والقطب ما خدتش حقها لدى الإعلام الوطني، آسف جدا، لأن ما فيش مثال آخر في أي بلد في العالم. أعتقد هذه ما بين معجزات متاع الجزائر المستقلة، كل شيء قضية إرادة، وحنا نشوف باللي اليوم الشباب تاعنا له الإرادة الكافية باش نمشي إلى ما أبعد، بعد مدارس فريدة من نوعها في إفريقيا، البعض فريدة من نوعها في العالم العربي. نتمنى أبنائنا باش يقدروا المجهود نتاع الوطن، وباش من هنا تكون الانطلاقة نتاع الجزائر المنتصرة نهائيا. حل تحقق باش ندخل مباشرة في الأمن السيبراني، باش ندخل في الذكاء الاصطناعي وقفزة نوعية. أعتقد أن القسط الوافر تاع نجاح يرجع للقطاع، قطاع التعليم العالي ولطلبتنا. الحقيقة هذه هي الركيزة الحقيقية دروك من بعد الاستقلال لوضع الجزائر في مكانتها الحقيقية، علمياً واختراعاً واقتصادياً ودفاعياً وإلى آخره. أنتم الركيزة، أول مدرسة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا وفي العالم العربي. نفس الشيء بالنسبة للروبوتيك، نفس الشيء بالنسبة للرياضيات، نفس الشيء يعني بدون ما ننسى الثقافة تاعنا، أدب غير الأدب والفلسفة، ولكن الدفاع تاعنا ومستقبل بلادنا، حتى نزيل نهائيا كل الأطماع تاع الناس اللي ترقصين بلادنا، وهذا الشيء اللي كنت قرب فيه إن شاء الله. نأمل نكون بقدر المسؤولية إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عارف فيه ناس ربما يخموا باش يفرغوا المؤسسات كما فرغوا لنا في الماضي مؤسسات أخرى، إغراءات وكذا، ولكن أنا كل يقين الجيل الحالي روح وطنية تاعو تساوي الروح الوطنية اللي انطلقوا بها أجدادنا وأبائنا في حرب التحرير. نفس الشيء، نفس نشعر بأن فيه نفس الحماس وفيه نفس الروح الوطنية. إن شاء الله ننجحوا مع بعض يعني. إن شاء الله. الله يبارك فيك. احنا درنا المدرسة العليا الرياضيات حتى نرجع الرياضيات في مكانها الحقيقي. ما فيش علوم، ما فيش تجارب، ما فيش رقي أو ترقية صناعية وعلمية بدون الرياضيات. لازم نخلق جاذبية أخرى بالرياضيات باش تكون هي المنطلق للمدارس الأخرى المجاورة نتاعها إن شاء الله. مانيش عارف لك النسبة المئوية ارتفعت ولا نسبة النجاح مرتفعة جدا، لأنه طلبة كلهم نجبة. لا نسبة توجيهنا الرياضيات بين التكنولوجيا والرياضيات رانا في 67%، منها 28% رياضيات. دخلنا للبرنجات إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا سيدي الرئيس. أهلا وسهلا. شكرا لك الاهتمام بهذا الشباب وهذا المدرسة، ونتمنى إن شاء الله باش انتم تكونوا الركيزة والسبب في إعادة انطلاق الجزائر، جزائر الأبحاث، جزائر العلوم. بالطبع الأساس تاع الأبحاث والعلوم كلها هي الرياضيات. نتمنى اليوم بالتجربة تاعكم هذا الجيل هذا نربيوه باش يبقى في الجزائر، باش نبنيوا عليه، باش نبنيوا عليه
نفتح الباب احنا لافريقيا ونفتح الباب للعالم اللي يحب غدوة يجي يدرس في هذه المدارس مرحبا به، ولكن أولادنا نشدوهم إن شاء الله. السلام عليكم سيد رئيس، السلام عليكم الحضور، معكم رفيق الدريسي شاب مقاول خريج المدرسة الوطنية العليا للعلم الآلي. المشروع هذايا سي من سال ديسيميناسيون إيميرسيف. On n'est pas passé à la fabrication, si. Alors, pour la fabrication, on est dans une première étape, déroulée. Des commandes, باش نقدروا معكم دون لونسيو اون لين دو فابريكاسيون كومبليت. Donc هنا pour la première fois, ça va être fabriqué في الجزائر. Et vous regardez à quel point c'est simple. هي هي شوف pour faire très court. Oui. La commande ferme. Ferme vraiment pour toutes les facultés de médecine. Pour tous les CHU تاعنا. Dans un premier temps. Donc عندكم كارني دو كوموند تري امبورطون سا فا تاريف دي بروميير كوموند اي سا فا فو بيرميت داميليوري بيتيتر اونكور بلوس. مرحبا سيدي الرئيس، انا عيسوب منار مهندسه الدوله في البيوتكنولوجيا، اعمل حاليا كشريك مؤسس ومسيره لشركه ناشئه مينيكول، وهي تعتبر اول شركه ناشئه في مجال الهندسه الحيويه من الجيل الرابع في الجزائر، موجودة فقط في 90 مختبر حول العالم، ونحن الوحيدين في إفريقيا في هذا المجال. الاختراع تاعكم محمي إن شاء الله. ما زلنا ما درناش بلوبي، ولكن ما زال ما لا لا يفو 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 قبل ما يخرج للعلن يفو البروفي تو سويت. احنا هدفنا و فوزيت بري اون شارج بور البروفي، ما تكسريش راسك، سي ليتا كي برون اون شارج تو لي فري تاع البروفي هنا وفي الخارج. مك قجان صالح مؤسس شركة قجان اس ماشين، شارك مع صندوق الوطني لدعم مؤسستنا فيها بالرفقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشروع صناعة طابعة ذوية الأبعاد. والله نطمح إلى توسيع الموظفين، والعائق الوحيد اللي هو لنا نطمح إن شاء الله هو شيء إيجابي أنه نتحصل على عقار صناعي اللي نسعى إليه من أجل توسيع المشروع، نسعى إلى تخفيف الديون بالنسبة للشركة. الناس اللي وصلوا النتيجة مثل هذه يمحوا لهم الدين تاعهم، خلوهم انطلاقة بدون عوائق، لا ينفطرون إن شاء الله. نسعى إلى نكلفوا هو مع الزميل تاعه باش يمحوا لكم الديون تاعكم، باش تكون انطلاقة صناعية دروك. فإن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لم تدخر أي جهد من أجل وضع مدرسة وطنية فعالة في هذا المجال لتقوية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني. بارك الله فيك. هو في الواقع باش نكون في نفس الصورة اللي كل مرة يذكرنا بها سير الفريق الأول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن في أخطار تحوم بالجزائر أولاً. إذن لازم نحصن على أنفسنا، نحصن على أنفسنا بالعلم، مش إلا بالمدافع والصواريخ والعلم كذلك. ثانيا احنا دولة نطمح، وقبل من دولة الشعب نفسه والطلبة نتاعنا يطمحوا إلى تقدم سريع في ميدان التكنولوجيات وفي ميدان، ونسعى كذلك إلى سرعة قصوى في الرقمنة تاع البلاد. الشيء اللي ما كانش يقدر يديرو 5000 ولا 6000 مسلح قادر يديرها مهندس ولا اثنين من ناحية سيبرالية، ويفسر لك كاع المراجع تاعك ويفسر لك. إذا سلاح ضروري. إذا مهمتكم ماهيش سهلة، ضرورية حيوية بالنسبة للتقدم تاع البلاد.